مرحبا الف الله يحييكم. المره دي عندنا مندي دجاج البرميل المندي، خفيف ولطيف وما ياخذ وقت وبهارته جدا سهله. خلونا نشوف الطريقه، توكلنا على الله. ابو عبد الله الله يعطيك العافيه، بنضبط المندي الدجاج. طيب اللي بنسويه، هذا الدجاج عندنا مقطع، اللي بنحط عليه من بهارات، بنضيف عليه عندنا زيت هنا راح اضيف عليه اللي هو ايش؟ ملون. ملون اللي هو صفار زعفران، وبضيف عليه شويه ملح. بس هذه هي التتبيله. ناخذ الدجاج ونضيفه هنا ونبدا نتبل الدجاج عادي جدا، نقول بسم الله ونبدا نتبل. يلا عشان بس نشوف، ما نحط شيء ثاني، ما نحط شيء ثاني نهائيا. هنا زعفران وملح وزيت بس، توكلنا على الله. الحين خلصنا من تتبيلة الدجاج اللي قلناه صفار زعفران وملح وشوية زيت، بسيطة جدا. الإعداد الأول. الإعداد الثاني اللي بنتكلم عنه اللي هو إيش؟ الرز. الرز جدا سهل يا أبو عبد الله. غسلنا الرز غسلة عادية بموية حارة، بنضيف عليها شوية حاجات. أول حاجة الزيت، هذا هو زيت بسيط على حسب الكمية المتوفرة عندكم. بهارات صحيحة، أي بهارات غير مطحونة ممكن تضيفونها، أو ممكن تحطون بهارات مطحونة. وعندنا شوية الملح، سريع سريع ما راح نطول، على حسب الكمية برضه. وهذا عندنا اللي هو الموية الحارة. طبعا نرفع المويه فوق الرز 2 سم يفضل، لان الحبه الطويله، اما لو كانت الحبه المتينه الامريكيه لا يفضل انكم ترفعونها اكثر شوي. لا ننسى هذا ايضا. اي ضيف، طبعا بنضيف. وبقول لكم شيء مهم برضو، احنا حطينا مويه حاره لان بنسوي دجاج، لو بنسوي لحم بنحط ايش؟ مويه عاديه بارده جدا. ليش؟ عشان ما نطول احنا. اي تطول. توكلنا على الله، يلا على البرميل المندي. طيب حطينا قدر الرز هنا وحطينا الدجاج على حسب الكمية المناسبة، وممكن تزيدون دور دورين. بحط ورق زبدة، ليش؟ الدجاج خفيف وممكن يحترق بسرعة، فالأفضل نضيف ورق زبدة. وجبنا قصير يا عبد الله، هذا ورق زبدة أضفناه، هاك بس طرحناه فوق كذا علشان ما يحترق بسرعة مع اللحم. بس هذه تكفي، يعطيك العافية. ونحط القصير كذا جاهزين. كذا جاهزين، ناخذ البرميل ونضيف. اذا الحين ايش؟ اللي هو نحط البرميل حق المندي. يا سلام، ونضغطه. النار على اعلى مستوى لمده 10 دقائق، بعد 10 دقائق راح ننقص النار على اقل مستوى علشان يكون الطبخ هادي، راح نتركه لمده 30 دقيقة. انتم شايفين برميل المندي بالغاز، ممكن تضيفون جمر داخل البرميل تحت قدر الرز عشان يعطي نكهة، بس البرميل عندنا منكه جاهز لأنه أشتغل كثير، ففي نكهة المندي جدا جميلة وجبارة. ننتظر. خلصنا، توكلنا على الله ونرفع دجاجنا على مهلك عشان الطين ينزل. يلا تعال عندي هنا. يا سلام عليك، حلو حلو. طيب نجي هنا الدجاج اللي سويناه، خلنا نشوف نقول بسم الله. بسم الله، شيل ورق الزبدة. الله. يا سلام. الله 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 الله. ايش رايكم؟ ما شاء الله، هذا هو اللون المطروف في المندي. اللون ولا غلطة، والتقميرة برضو مهمة. تقميرة جميلة. طيب طلع الرز حقنا. يا سلام، هات يا حلاوة، احلى مندي دجاج على كيف كيفكم. يلا خلنا نشوف كيف. شوف الرز، هذا رز زبع. شوف يا بندر، تمام تمام تمام. هذا الرز الحبة النثرية اللي على كيف كيفكم في المنزل. والريحة خطيرة. يا سلام، شايف تحت فوق نفس الشيء. كلام كثير. تسوي له ميكس عشان اللون اللي فوق نبيه. ايه طبعا، لون صفار الزعفران هذا من الدجاج لما يجي عملية الحرارة يصير فيه زي الترطيب والتبخير. اوه بس ريحته يا بندر جميل. قسما بالله بالمخ. لا هذا البطروس. نجيب الدجاج. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، هذا المندي جاهز. حاجه ثانيه ما شاء الله. يلا بعد هذا هو المندي حقنا بطريقه سهله وسريعه وخفيفه. رز حبه نثريه كامله تحت وفوق نفس الشيء ما شاء الله تبارك الله. السلام. خلصنا، نجيب الدجاج. حلاوه يا حلاوه ما شاء الله تبارك الله. حلو حلو. تعال هنا، تعال جي جي جي. قرب 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 قرب، تعال عند الصورة الحلوة هذه. شوف شوف المندي واللون. حاجة ثانية ما نقول إلا بالعافية بالعافية. عليك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا مندي الدجاج بالطريقة السهلة والسريعة اللي قلناها. ايش رايك ابو عبد الله؟ شو اقول؟
خفيفة المكونات ولا أسرع ولا ألذ منها ما في. دائما نحاول نوصل الفكرة بطريقة سهلة ويسرة. يعني عندكم برميل مندي زي هذا يصنع لك مندي ويعطيك النكهة ويعطيك الرائحة بطريقة جدا جميلة، أشياء خفيفة وبسيطة وما تأخذ وقت نهائيا، صفر زعفران وملح وزيت وشوية حاجات مع بهارات صحيحة، والرز النوع اللي أنتم تحبونه. أنا بيكم تشوفون حتى الليونة اللي في الدجاج ودرجة الاستواء مهمة جدا في الدجاج. ما نقول إلا بالعافية للجميع. إن شاء الله ما عجبتكم الفكرة، نشوفكم في حلقة ثانية. سلام.